ونبقى في الشأن الإيراني، حيث استنكر علماء وأئمة الأحواز تعيين النظام مندوبا لخامنئي في جزيرة خرج التابعة للأحواز العربية، معتبرينه قرارا مجحفا يهدف إلى نشر الطائفية في المنطقة. في إطار خططها لبث الطائفية في مناطق الأقليات غير الفارسية، ها هي بوصلة الملال لا تتغير عن الأحواز العربية والمناطق التابعة لها، حيث صدر قرار بتعيين ملا موسى كمالي إماما لجمعة جزيرة خرج التابعة للأحواز بغية السيطرة عليها من خلال منابر المساجد لبث الطائفية من هناك والمناداة بها. موقع حركة النضال لتحرير الأحواز ذكر أن ملا كمالي عرف بأفكاره الطائفية وارتباطه المباشر بالمرشد لنشر أفكاره في مناطق الأحواز، وكذلك قاموا بتكليفه بأن يكون مسؤولا عن الشؤون الدينية هناك. علماء وأئمة جزيرة خرج وصفوا القرار بالمجحف والجائر الذي ينم عن نفس طائفي يهدف إلى إقصاء أهل السنة وتهميش دورهم في الجزيرة. ويعاني أهل الأحواز العربية في جزيرة خرج والمناطق الجنوبية من ظلم مضاعف نتيجة انتمائهم القومي والديني، حيث تمنع دولة الاحتلال إعادة إعمار الجوامع القديمة وبناء الجوامع الجديدة فضلا عن التضييق على المدارس الدينية وفرض مناهج التدريس، كما تمارس ضغوطا كبيرة على علماء وأئمة الأحواز وطلبة العلم في محاولة لتحجيم دورهم في المجتمع. وتقع جزيرة خرج في الركن الشمالي الشرقي للخليج العربي، ويبلغ عدد سكانها حوالي 20,000 نسمة، وهي غنية بخزانات النفط وموانئ الشحن. وينضم معنا من لاهاي عضو حركة النضال العربي لتحرير الأحواز عيسى مهدي الفاخر. أهلا بك أستاذ عيسى. بداية، كيف تقرأ هذا التعيين خصوصا بأن كمالي مرتبط مباشرة بخامنئي؟ بداية أحييك أخي العزيز. طبعا هذا القرار يعتبر قرار جائر واستمرارا للقرارات السابقة التي اتخذتها سلطات الاحتلال بحق الأحوازيين كافة. أيضا هذه الدولة دائما ما تحاول أن تنشر الفكر الطائفي بين المواطنين الأحوازيين، خاصة بعدما نجحت في نشر الطائفية في مناطق متاخمة أو محادية لحدود الأحواز أو مناطق أخرى مثل سوريا ولبنان والعراق وغيرها. لذلك هذه تعتبر كبادرة شر أو لنشر الفتن وهذه الأفكار داخل الأراضي الأحوازية. نعم. إذن أستاذ عيسى، هدف النظام من هذا التعيين هو بث الطائفية، لكن السؤال كيف سيواجه الشعب العربي الأحوازي خطط هذا النظام في بث الطائفية وأيضا التفرقة العنصرية؟ بكل تأكيد المواطن الأحوازي لا يرضخ للضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال عليه، وخاصة هذه الجزيرة جزيرة خرج يسكن فيها 20,000 مواطن أحوازي من أهل السنة والجماعة، أما الآخرين كلهم مستوطنين فرس ولا يمسكون بصلة إلى هذه الجزيرة. إذن من السهل على أهالي هذه الجزيرة أن لا يرضخوا لهذه الضغوط وأن لا ينصاعوا لأوامر المرشد ورجالاته الذين يتم تعيينهم ليكونوا هم عيونا للاحتلال عليه. نعم أستاذ عيسى، يعني كيف أو ما هي أهمية هذه الجزيرة بالنسبة لنظام الملالي في طهران؟ هذه الجزيرة تعتبر هي مساحتها 22,000 كيلومتر مربع، أيضا هي تعتبر مصدر أحد المصادر الرئيسية لتصدير البترول إلى الدول الأخرى. أيضا يعني هذه الجزيرة هي تقع في الخليج العربي وقريبة إلى الدول العربية، لذلك يعتبر مكانها مكان استراتيجي وحيوي بنفس الذات. لذلك يحاول يعني عناصر المخابرات وأيضا التابعين للاحتلال بالضغط على المواطنين الأحوازيين من خلال هذه الأفكار الطائفية، حتى إما أن يغيروا مذهبهم وينصاعوا إلى المذهب الصفوي أو يتم تهجيرهم إلى مناطق أخرى، وهذا ما يعمل عليه الاحتلال مثل ما عمل على مناطق أحوازية أخرى. نعم. أيضا أستاذ عيسى، يعني تخطيطكم أو تحليلكم لهذه الخطط من قبل النظام، محاولة استخدام الدين بعد فشله بالسيطرة على الأحواز بالعمل العسكري،
طبعا الاحتلال منذ يوم الاحتلال حتى هذه اللحظه مارس كافه الطرق للنيل من اراده هذا الشعب ولكنه لم يستطع. لذلك الان يبدو انه استخدم طريقه اخرى مثل ما استخدمها في العراق ولبنان واليمن وسوريا، وهي نشر الفتن الطائفيه. اليوم سيدي الكريم هنالك مئات المؤسسات والحسينيات والحوزات التي يتم إنشائها وبنائها الآن في هذه الفترة الأخيرة. أيضا هنالك مثلا في قبل أيام تم إرسال أكثر من 2000 رجل دين من حوزة قوم إلى شمال الأحواز. هؤلاء كلهم يعملون على نشر الفكر الطائفي. أضف إلى ذلك الآن رجال الحوزة في الحسينيات وفي الجوامع داخل الأحواز بدأوا يطالبون المواطنين الأحوازيين بعدم دفع زكاة الفطر أو عيد الفطر إلى الفقراء والمساكين، وإنما طالبوهم بإرسالها إلى الحوزات أو إلى الحسينيات حتى يتم إرسالها إلى الحشد الطائفي في العراق أو إلى سوريا وحزب الله. وهذه كلها خطط خبيثة تستنزف المواطن الأحوازي وتستهدفه وتستهدف هويته العربية وهويته الدينية. نعم، من لهاي الناشط الأحوازي وعضو حركة النضال العربي لتحرير الأحواز الأستاذ عيسى مهدي الفاخر، شكرا لك.